اهلا بكم الى نشره احوال الطقس المرتقبه اليوم الغد. الاجواء تبقى مستقره خلال صبيحه يوم الغد على المناطق الشماليه الوسطى الشرقيه حتى الغربيه، اجواء غائمه عموما على اغلب المدن الجنوبيه خاصه بوسط الصحراء مرتفعه الكار والتصير والجنوب الغربي. خلال المساء مساء هذا الخميس الاجواء تبقى دائما مستقره بالمدن الشماليه الى مغشه جزئيا على المدن الجنوبيه مع احتمال ايضا امطار او رعود معتزلة أقول بالنسبة لمنطقة تندوف. أجواء غائمة على أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة الدنيا المسجلة صبيحة يوم الغد، درجات حرارة خلال الصبيحة تصل إلى 3 درجات بالجلفة، 6 درجات بقسنطينة سطيف على برج بوريريج، 11 درجة بعنبة على الطارف على القالة على أغلب المناطق الساحلية الشرقية، 10 درجات بالجزائر العاصمة، 8 بوهران، 4 ببشار سجل 10 درجات بتندوف، 16 درجة بأقصى الجنوب الجزائري ببرج بجي مختار وعين قسام. مساء درجة الحرارة القصوى ستصل إلى 23 درجة على ورقلة وحسيم سعود، 22 بواسو، 15 على قسنطينة سطيف على برج بوريريج على باتنا سقارة أيضا وتبسة، 12 درجة بالجلفة تيزيوزو على البويرة، 20 درجة للسواحل الوسطى إلى الغربية، 21 درجة بعنابة، 23 بتندوف، 26 على أدرا، 25 بعين صالح، 29 إلى 30 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. بالنسبة لحالة البحر سيكون البحر مستقر هادئ على طول الشريط الساحلي، رياح غربية سرعتها تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة. الورقة الفلكية وقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها لهذا الخميس 29 من شهر ديسمبر 2022. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.